انا بخاطب فيها الاباء والامهات صراحه. يا جماعه يسروا، الله يكرم، يسروا الزواج ارجوكم، يسروا ما تعصروش، يسروا عشان الزواج الشباب يتجوز. ما جيش يقول لك انا ده لسه قدامي وهدفع وهعمل وهسوي والموضوع داخل في 50,000 ليرة يا في ربع مليون جنيه. ما تيسروا الدنيا، مش لازم انا كانوا جايبين، مش عايزه اقول اسم الجروب، جروب من الجروبات بتاع النساء، كل مره كده كل يوم ينزل لهم ايه حاجه تحفه كده بايه، يلا اعملي كذا النهارده وبتاع. جروب من ضمن الجروبات ايه اللي حصل؟ راح الجروب حاطين فيه بيت عروسه. لا لا لا، يعني عيني وجعتني، ايه ده الحاجات الكتير دي؟ ولا احنا اللي اتعودنا على البيوت الهاديه والالوان الهاديه بتاعت الاتراك مثلا وبتاع، حاجه واحده ولون واحد والدنيا في راحه للعين. حاجات كتيره جدا، والحيطه دي لون ودي لون والستاره دي لون والمخده دي لون ومش عارفه محطوط في، طب هي تطبخ فين في المطبخ اللي مليان كل الحاجه دي؟ غلط غلط. يسروا على الشباب، يسروا عشان طالما من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، من ترضون دينه فزوجوه. واحد راجل يقدر يحافظ على بنته، يقدر يصرف عليها، مش هيجوعها، مش هيعملها، مش هيهنها، يلا. لو البنت يسروا علشان الناس تتجوز. النقطه كمان اللي عايزه اقول عليها، يا بنات يا بنات، انا زي امكم، لو تعرفوا الاولاد بيقولوا ايه على البنت اللي بتعمل كده، والله ما تخدي ولا تخدي خطوه في الكلام ده. انا عايزه اسال، هي الاهالي فين؟ يعني هي فين المراقبه بتاعت الاهالي؟ فين المراقبه ان صور مخله توصل للشباب؟ ان بنتك قاعده بتتكلم الساعه 3 وانت سامع صوت شباب موجود، حتى لو حاطه الايفون هايفه الهيدفون بتاعك ليه؟ حاطه اللي بتاع في ودنك ليه؟ بتكلمي مين الساعه 3 ولا الساعه 1؟ ما فيش الكلام ده، في قضيه عامه وانت ليك راي وعندك كذا وتدافعي فيه عن دين او تدافعي فيه عن حق في وسط، تمام، بكل ادب بكل احترام وصوت كذا، لكن هم مش ناقصين يعني الدنيا دي، ما في عندك جروبات للبنات. يا الاهالي فين؟ فين يا اهالي، يا كل اب وام، شوف بناتكم بيعملوا ايه، شوف شبابكم بيعملوا ايه، انصحوهم. حكيت لكم وقلت لكم، والله الشاب دخل وكان ناوي وخلاص، وقال لي دخل ومسجلين لها وبعتني الشاب، يقول لي انا استحال، اصحابي بعتني الفيديو ليها، تسجيل فيديو ليها وهي بتتكلم على غرفه من الغرف. لا يمكن، خلاص ما ترخصيش نفسك يا بنتي، لنفسك قبل ما يكون لحد، ولربك عز وجل هو خير رقيب، لا اب ولا ام ولا حد، الله عز وجل يا بنتي هو اللي شايفك ولا مطلع عليك، ما ترخصيش نفسك، ولا واحد ولا اتنين ولا عشرة يجي يقول عليكي كلمة، لا، أنا عزيزة في نفسي. يعني في النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم كل البنات، يرزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلهم من الحافظات للغاية بما حفظ الله، وارزقهم بقى الزوج التقي الصالح الرباني القرآني الرومانسي الحلو الغني، كل حاجة كل حاجة، أهم حاجة الرومانسي ده حبيب، ويرزق الشباب اللهم امين بالتقية الصالحة نغلت كر عينه وقلبه اللهم امين. سعدت بيكم النهارده، سعدت بيكم، وارجو كلام يوصل ليكم وما تزعلوش مني، بس معلش اسمعوا الكلام دوت، وادعو الله سبحانه وتعالى يفتح له القلوب اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.